هنتكلم على ايه؟ الدعامة في الإنسان. الدعامة في الإنسان اللي بتعتمد على الجهاز الهيكلي، والجهاز الهيكلي عامل زي عواميد المسلح، اللي هي العواميد بتاعة المسلح بتاع أي عمارة، بيقوم عامل مثلا 10 أدوار كلها عواميد فوق بعضيها، ويصب القواعد برضو مسلح، وبعد كده يبدأ يحش بالطوب زي ما هو عايز الأدوار كلها. فالدعامة في الإنسان الجهاز الهيكلي، والجهاز الهيكلي عامل زي عواميد المسلح بتاعة العمارة، فبيدي دعم للجسم، يعني بيديله الشكل الطبيعي بتاعه. لأن عاوز تعمل عمارة 10 أدوار، هتعمل عواميد مسلح 10 أدوار فوق بعض، فهتدي لك شكل العمارة. فهنا برضو العظم هيدي الشكل بتاع ايه؟ الجسم، تدعيم. وبعدين تاني حاجة بدعم الجسم، وتالت حاجة بيحمي الأعضاء الداخلية من أي أخطار، زي مثلا عندنا القفص الصدري بيحمي القلب ورئتين، عندنا المخ بيحمي الجمجمة، بعدين عندنا بيساعد على الحركة. الجهاز الهيكلي لولا الإيدين والرجلين ما تقدرش تحرك العظام اللي فيهم، بتساعد على الحركة. بعد كده بيدينا الشكل المميز للإنسان. الجهاز الهيكلي في الإنسان بينقسم إلى 5 حاجات. أول حاجة الهيكل العظمي، نمرة 2 الغضاريف، الهيكل العظمي، الغضاريف، المفاصل، الأربطة، وبعد كده إيه؟ الأوتار. هنتكلم على الهيكل العظمي. الهيكل العظمي في الإنسان، في عندنا 206 عظمة، في عندنا 206 إيه؟ عظمة. كل عظمة لها شكل وحجم يناسبها في الوظيفة، يناسبها إيه للوظيفة. يعني الشكل والحجم مرتبط بوظيفة العظمة دي، دورها إيه في جسم الإنسان. فعندنا بالنسبة للهيكل العظمي هنقسمه، احنا قلنا الجهاز الهيكلي 5، الهيكل العظمي والغضاريف والمفاصل والأربطة والأوتار. بينما الهيكل العظمي بينقسم إلى جزئين، الجزء الأول اللي هو الهيكل المحوري، والهيكل المحوري اللي هو العمود الفقري والجمجمة والقفص الصدري، وبعد كده عندنا الهيكل الطرفي. والهيكل الطرفي من كلمة طرف يعني الإيدين والرجلين، يعني الحزام الصدري والطرفان العلويان، لأن الحزام الصدري هو اللي بيربط الطرفان العلويان بالإيه؟ بالعمود الفقري. والحزام الحوضي والطرفان السفليان، لأن الحزام الحوضي هو اللي بيربط الرجلين بالعمود الفقري، برضه نفس العملية. فالحزام الصدري والحزام الحوضي. العمود الفقري هو محور الهيكل العظمي، يتصل بإيه؟ بأعلى بالجمجمة، يتصل بأعلى بإيه؟ بالجمجمة. وبعدين بعد الجمجمة يتصل بمنطقة الصدر اللي هي بالقفص الصدري، منطقة الصدر بالقفص الصدري والطرفان العلويان بواسطة عظمة لوح الكتف. عظمة بنسميها عظمة لوح الكتف، ودي في الذبيحة انت بتلاقيها. فلما تيجي في الذبيحة مثلا هتلاقي العظمة عاملة شكل مثلث كبير كده، فدي اسمها عظمة لوح الكتف، لأنها بتربط الهيكل العمود الفقري مع اليد أو الرجل الأولانية بالنسبة للحيوانات، بالنسبة للإنسان اليد، مع اليد، مع عظمة الترقوة اللي هي رابطة القفص الصدري برضو بيها. فالتلات حاجات اللي هو العمود الفقري، القفص الصدري، واليد، كلهم مربوطين، عظمة الترقوة ماسكة التلاتة. لأن عظمة الترقوة واخدة من عند إيه؟ من عند ال واخدة من اللي هي اسمها القص، عظمة القص اللي هي في القفص الصدري برضو. ومن أسفل بالطرفان السفليان، الطرفان السفليان اللي هو عظام الحوض، وعظام الحوض برضو مربوطة بالعمود الفقري من أسفل، وعظام الحوض وطبعا الفخذ والرجلين الاثنين. يتكون العمود الفقري من 33 عظمة، يتكون العمود الفقري من إيه؟ من 33 عظمة. ليه 33 عظمة؟ لأن عندنا في الفقرات العنقية، الفقرات العنقية اللي هي الرقبة عبارة عن 7، وبعدين الفقرات الصدرية اللي بنسميها الظهرية اللي هي بتبقى 12، وبعدين
على الفقرات القطنية اللي هي بتاعة الحوض بتاعة البطن بتبقى 5، وبعد كده عندنا 5 في المجموعة اللي هي في العصعصية 4، واللي قبليها الفقرة اللي قبليها برضو ايه هيبقى اللي هي الفقرات القطنية قلنا خلاص، وبعديها الفقرات العجزية اللي هي آخر حاجة العجزية دي 5، وآخر بعديها هتبقى الفقرات العصعصية العصعصية اللي هي 4. لكن عندنا الفقرات العصعصية الـ4 متحمين مع بعض، والفقرات العجزية الـ5 ملتحمين مع بعض، فبنعتبر دي عظمة واحدة وبنعتبر دي عظمة واحدة. لما نضيفهم مع الفقرات القطنية اللي هي في البطن 5 واللي هي قدامها البطن 5، ونضيفهم على الفقرات الظهرية اللي هي عند الصدر 12، ونضيف عليهم الفقرات العنقية 7، 7 و5 12، و12 24، والعجزية يبقى هنعتبرها واحدة، والعصعصية هنعتبرها واحدة، يبقى عندنا 26 عظمة. لكن هما في الحقيقة 33، لأن العجزية هي التحام 5 فقرات مع بعض، والعصعصية هي التحام 4 فقرات عظمية مع بعض. الفرق بين الخمسة دول هنلاقي الفقرات الأول حاجة العنقية واللي بتاعت الصدر اللي هي بنسميها الظهرية، وبتاعت البطن اللي هي بنسميها القطنية، التلاتة دول متمفصلين. متمفصلين يعني بيتحركوا وبتحركوا. الاختلاف بينهم ان العنقية بتبقى بحجم متوسط الفقرة، اما الظهرية بتبقى اكبر منها، لكن القطنية بتبقى اكبر من التلاتة دول في الحجم. بعد كده عندنا ايه العصعصية والعجزية، الاتنين دول كل واحدة فقراتها ملتحمة مع بعضيها، فبتدينا واحدة وتدينا عظمة واحدة وهنا عظمة واحدة، والاتنين بنسميهم العجزية والعصعصية بنسميهم فقرة ملتحمة أو فقرات ملتحمة، والتانية برضو ملتحمة، بس في العجزية بتبقى ملتحمة ومفلطحة، وأما في العصعصية بتبقى صغيرة الحجم وبتبقى نهاية الهيكل العظمي، نهاية الهيكل اللي هو اسمه العمود الفقري. العمود الفقري بيتصل من أعلى بالجمجمة، بيتصل من أعلى بالجمجمة، وبيتصل بعديه من عند بداية العظام اللي بتاعت الصدر اللي هي بنسميها الفقرات اللي هي بنسميها الفقرات الظهرية، دي بتتصل بالإيه قلنا بالحزام، الحزام اللي هو الصدري مع الطرفان العلويان، وبتتصل في النهاية مع من ناحية العصعصية والعجزية بإيه بالحزام الحوضي والطرفان السفليان. طبعا هنوريكم ده بالرسم. إلى هنا واكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهنتابع الشريط اللي بعده، والسلام.